ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to e-Alim. Assalamu alaikum Dua. This is your plan. We'll continue rising from Surah Al-Ikhlas, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Then we'll continue سورة المسد بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جزاك الله خيرا دعاء. I hope it will be very good course to you إن شاء الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.